موجز الأخبار من A1 TV، أهلا بكم. كشف مدير إدارة التعليم في وزارة التربية والتعليم سامي محاسيس عن دراسة 3 سيناريوهات لحل مشكلة الاكتظاظ في المدارس الحكومية. وقال محاسيس إن السيناريوهات هي التشعيب داخل المدرسة أو الدوام بفترتين صباحية ومسائية أو الدوام بالتناوب. وأكد أن الوزارة ستقوم بحل جميع المشاكل المتعلقة بتسجيل الطلبة في المدارس الحكومية خلال الأسبوع المقبل. بحث رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز مع سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى المملكة علاقات الصداقة بين البلدين وسبل تعزيز وتطويرها في مختلف المجالات. وأكد الفايز لدى استقباله السفير الروسي أهمية التعاون الثنائي وتوحيد الجهود المشتركة لمواجهة جائحة كورونا، فضلا عن التنسيق من أجل عودة الأمن والاستقرار للمنطقة. أقر مجلس الوزراء في جلسة التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء بشير الخصونة خطة تطوير السياحة في محافظة جرش للأعوام 2021-2025. وتهدف الخطة بحسب المحاور الواردة فيها إلى تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية في محافظة جرش وتطوير المواقع السياحية والأثرية ونقاط الجذب السياحي فيها، بالإضافة إلى تطوير المسارات السياحية. قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لحفل تكريم طلبة الثانوية العامة في بلدة العيسوية بمدينة القدس المحتلة عنصري فاشي ولا أخلاقي. وأضافت الوزارة في بيان لها أن دولة الاحتلال تكشف عن وجهها الحقيقي البشع والقبيح والعنصري في كل مناسبة وبشكل يومي، وما حدث لحفل التكريم بطريقة لا أخلاقية وفاشية بامتياز تعكس عمق إنكار إسرائيل ومؤسساتها الرسمية لأي شكل من أشكال الوجود الفلسطينية في القدس المحتلة بما فيها الثقافي والاجتماعي. وإلى أخبار الرياضة، حيث خرج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي عن صمته وأطلق تصريحات نارية تعليقا على ما يشاع حول عودته إلى فريقه السابق ريال مدريد الإسباني أو حتى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزية. وأضاف رونالدو أن الإعلام يتناول مستقبلي بطريقة غير محترمة لي كلاعب وإنسان، وأن هذا الشيء غير محترم للأندية التي ارتبطت بضمي أيضا وللاعبيها وأجهزتها الفنية في نفس الوقت. نهاية الموجز، دمتم في أمان الله.